والنهارده النادي الاهلي يستقبل وفد من نادي الديوانيه العراقي، استقبله العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. الوفد العراقي الشقيق جاي علشان يستلهم تجربه الاهلي. لما تشوفوا ما تفضل به اعضاء الوفد العراقي اللي ضم الاساتذه حسين العنقوش رئيس النادي والمستشار الاعلامي علي لفته واللواء ابراهيم الشريف المنسق العام، زي تصريحاتهم على القدرات الكبيره للنادي الاهلي وما يحققه من تجربه حتى على الصعيد الاقتصادي والتنميه المستدامه رياضيا. ده كلامهم، جايين يستلهموا تجربه النادي الاهلي وينشدوا توقيع بروتوكول تعاون. استاذ ابراهيم، خد النادي الاهلي في اي سياق، من اي نقطه، في اي مجال، هتجده واخد خطوات تسبق الكثيرين ويستلهم المستقبل ويستشرف حاجات محدش بيفكر فيها. يعني هتاخده في المجال الاقتصادي، هتجد انه اول ما سمع المجال الرياضي عن التسويق الرياضي كان من خلال تجربه النادي الاهلي وانشاء اداره تسويق وانشاء شركات متتاليه لاداره انشطه النادي الاهلي. الاعلامي هو الرائد، هو المجله الاولى، هو القناه الاولى، هو الموقع الاول، هو في كل شيء هو الرائد. هتاخده في مجال الانشاءات حدث ولا حرج. خمس فروع، اربعه في القاهره واحد في الاقصر، وعدد هائل من الاعضاء على اعلى مستوى من الخدمات والمنشآت. هتاخده بقى في احتضان الالعاب والبطولات الفرديه والجماعيه، هتجده هو صاحب النصيب الاوفر وسابق بكتير في كل مجال. النادي الاهلي لا بيعبر صحيح عن فكره انشائه ان يكون نادي يعمل قيمه مضافه لوطنه ولمجتمعه، وازاي يبقى باستمرار الناس تسترشد بيه. لما تيجي تعمل تجربه عايزينها تنجح. سيبك من اللي بيحصل من شوشره الايام الماضيه او السنوات القليله الماضيه، لكن حتى اصحاب هذه الشوشره كانوا يقول لك انا بعمل زي ما بيعمل صالح سليم، احنا هنعمل زي ما بيعمل النادي الاهلي فعلا. وبعدين بعد شويه نسيوا الكلام ده وابتدوا يعني ينسبوا انفسهم ادوار. وماله انك انت تحاول تسبق الاهلي في هذه المجالات، ده صالح الوطن، بس اسبقه بشرف، اسبقه بمعايير زي ما النادي الاهلي حاطط المعايير دي. احنا لحد النهارده يا استاذ ابراهيم لم نستدرج في شماته، لم نستدرج في اي كلام صغير او رخيص ان احنا نعلق على الاحداث ونترك الامور علشان تاخد مجراها اللي ما يأذيش مشاعر حد. احنا بنفرح بنادينا، ما بنفرحش في او بنشمت في الاخرين. احنا عايزين نفضل على هذا يعني المعيار القيمي. النهارده النادي الاهلي كل الناس بتتكلم، وهتشوف في سياق الحلقه اللي انت بنيه بهندسه دقيقه جدا ازاي النادي الاهلي مختلف بالدليل والبرهان.